عايز اخد بس من مباراة الرجاء نقطة مهمة جدا، عشان احنا دايما كنا بنتكلم على فكرة ايه لما مدير فني يعمل فكرة ويشتغل عليها، فاحنا اصلا بيبقى دورنا هنا اساس ايه؟ دي فكرة، ده شغل مدرب. بس في فرق بين الفكرة بتتعمل ويبتدي يشتغل عليها المدير الفني لحد ما الفكرة تبتدي تتطور، فانت عليك ان انت خلال الموسم تبتدي تشوف مدى تطور الفكرة دي ومدى نجاحها. هل الفكرة دي نجحت بأنهي شكل او بأنهي درجة، ولا هي مجرد فكرة بتتعمل بس مش مجديه بلغه الكوره؟ يعني هو الحقيقه ان انا هسمي عنوان براءه اختراع مارسيل كولر في الهداف حمدي فتحي. ليه؟ لان التطوير بتاع حمدي فتحي ما بقاش لعيب لمجرد ان هو بيهاجم لك المساحه او لعيب وسط ملعب بيروح جوه منطقه الجزاء عشان يعمل الزياده العدديه او يستنى الكوره فيبتدي يعمل اي زياده هجوميه، لا ده بقى تطور كبير جدا من هدف الزمالك اللي انت شفته لحد الهدف اللي جابه في مرمى الرجاء. اللعيب اللي بياخد الكوره وبيستناها وبيقف عليها ويسددها بكل اريحيه، فدي ما يعملهاش الا واحد بقى متمرس على النقطه دي فبقى هداف. فلما حمدي فتحي يبقى رابع هداف في الموسم مع الاهلي وهو لعيب وسط دفاعي، ده تطور كبير جدا، ودي براءه اختراع تحسب لمارسيل كولر. عايز اروح بس للارقام الاول قبل ما اروح للحالات، عشان دي مدلول مهم جدا نقف فيه في الموسم عموما على مدى التطور او مدى النجاح اللي وصل بيه مارسيل كولر. حمدي فتحي حسم لك ايه؟ زمالك مفيش بيقولوا لي مفيش ارقام لحمدي فتحي. اه يعني ماشي، هو ده اعلى موسم تهديفي. مين اللي باعك بقى؟ مش عارف. ماشي يعني ربنا يسهل. حاسبه بعدين يعني. ماشي. اعلى موسم تهديفي لحمدي فتحي 6 اهداف ب3 اسيست، اكتر لعيب حاول على من اكتر اللعيبه اللي حاولت من جوه منطقه الجزاء ب 14 لو انا فاكر الارقام يعني اللي انا عاملها. فده بيقول لك مدلول ايه؟ الحسم كمان بتاع حمدي فتحي في مباراه الزمالك اللي هي قمه الدوري، مباراه بيراميدز نهائي الكاس، وهدف الثاني امام الرجاء. عندنا انت عايز تورينا الحالات؟ تعال نتفرج على التطور. حمدي فتحي من مباراه الزمالك تحوله للعيب بيهاجم المساحه وابتدي يعمل الاسيستات، هو مش التارجت الاساسي الهدف. هتروح لبيراميدز هو لعيب بيبص بيروح في المساحه عشان يحاول يلعب باقوى عامل عنده هو الراسيات. لحد ما بيتطور الموضوع لهنا الهدف الثاني اللي جه بسلاسه يعني تحسب له جدا 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 حمدي فتحي، من اول ما شاف الكره مع معلول لبيرسي تاو، بص بيتحرك وبيشاور لبيرسي تاو اللي بيرسي تاو شايفه كويس جدا. بيرسي تاو فرق جامد، فرق جدا جامد جدا جدا، واحد من اللي وقف معانا رجعت له الذاكره. الفريم اللي قبليه على طول بص على تصرف حمدي فتحي وهدوءه. لعيب يعني ده لعيب وسط دفاعي، فلما تجيله كره زي دي في الدقيقه 83 اول حال على طول ممكن يشوط على طول يعني يبتدي. بص يعني انا متفق معاك في ان هو عنده ثبات، بس الكره رايحه حلوه، عارف رايحه حلوه بتتنطط في المستوى معاك. اللي يحبه اي لعيب عايز يجيب جول وانا وفاضي والدنيا حلوه يعني انا معاك جدا لو انت بتتكلم في كده، لو بتبص على اللقطه دي بس. بس انا بكلمك على اللقطه التوابد. دي قبليها بتكلم على التواجد يعني. يعني على تطور اللعيب نفسه. فيعني انا بشوف ان دي واحده من الانجازات المهمه لمارسيل كولر، وبقى سلاح مختلف تماما للاهلي عموما لما بيقابلوا عمليه بلوك جامده زي اللي عملها رجاء وهنتكلم عليها على القشيط. عايز بس اقول حاجه في الهدف ده تحسب لحمدي في التكنيك، ان هي بالويك فوت برجله الضعيف، برجل الشمال مش رجله الاساسيه، وده نقطة مهمة جدا لأن الكرة صعبة، الكرة بتنط، أنت شايف إن هي مستريحة، مش شايف إن هي مستريحة، أنا شايف إن هي حلوة. لا 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 أنا بقول لك هي حلوة، شايف إن هي حلوة، هي يعني حلاوتها رايحة لي إيه؟ رايحة لي في المستوى اللي أنا أحبه وظابطة نفسها، وهي فيها عبقرية من بيرسي تاو على فكرة في التحرك، بس دي هنقف عندها. وهو بيشوط، أنا عايز الفريم اللي جاي لو معانا وهو بيشوط يعني. أيوة بص الكرة متاخدة هاف فولي، فدي صعبة جدا على لعيب مش أشول برجله الضعيفه شويه. فالتطور بتاع حمدي فتحي تطور كبير جدا في الناحيه الهجوميه، في التحرك وفي الذكاء وفي الفينيشنج، وان كان يعني طيب الذكر كارلوس كيروش كان اول واحد اداله المهام دي في بطوله كاس العرب، كان هو اكتر لاعب سدد على المرمى في مباراه مصر وقطر في الثالث والرابع. فحمدي اي مدرب عنده الرؤيه او الفيجن في ان هو يشوفه بيستغل المساحات دي هيحطه في الحته دي، ويحسب لحمدي فتحي كمان قدرته على ان هو بيقدر يطوع. ده كلام عظيم. لسه في نفسكم حاجه ولا نروح للقواشيط في الفقره الجايه؟ لا معانا قواشيط، ده في القواشيط شغل جامد. طيب خليكم معانا بقى القواشيط ودراسه اكتر تعمقا للتفاصيل مباراه بكره ان شاء الله باذن الله.